وفي الحديث قلنا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وهذه معناها أن اليهود والنصارى في النار. خرج علينا والله ما أدري من هؤلاء دكاترة خرجوا علينا يقولون أنتم متشددون متطرفون، يعني من 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 دلالة التطرف اللي احنا فيه أنكم تقولون أن اليهود والنصارى في النار. والذين والنصارى واليهود والذين والصابئين من أمر الله واليوم الآخر. تعالى نقول له من الآية دليل عليك كيف؟ كما قال آمن، قال آمن، قال هم قالوا آمنا بالله وقالوا آمنا باليوم الآخر. آه نعم. قال وأمس قال والد إن الله تعالى يلغي النار يوم القيامة. مين اللي قال؟ نعم لسه من امس دي لسه جديده امس وارد ان الله سبحانه وتعالى يلغي النار يوم القيامه ويدخل، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء، يدخل الجنه من يشاء، وارد ان يدخل النار. ها وده خلاص عايزين يحيون كلمه فناء النار، فاهم ازاي؟ من اجل ان اليهود والنصارى يخشوا الجنه، يخشوا الجنه. اولا الايه دي دليل عليهم كيف؟ نعم بلفظ من لا ما هو داخلين فيها، داخلين فيها فيهم مؤمن داخلين فيها. ما طيب هم امنوا بالله، هو بيتكلم الان على الذين امنوا. يا اخي اسمعني بس، اسمه ايه سعد ولا اسمه ايه اللي هو جاهل العصور، هو اللي قال من امن منهم بالله ووحد بالله وامن رسوله دخل الجنه. الله عز وجل كل من عمل صالحا عمل الصالح لازم في الاتباع عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام على الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود الذين امنوا بموسى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا امنا بموسى خلاص، برضو ايضا داخلين فيها. شوف يا جماعه افهموا الايه دي في سوره النساء صح كده؟ في البقره سوره النساء وسوره المائده يرد عليها من امن بالله واليوم الاخر. اقرا كده في سوره المائده هتجد ان الله تعالى قال الذين يؤمنون باليوم الاخر يؤمنون به، والذين يؤمنون باليوم الاخر يؤمنون به، يؤمنون بايش؟ بالقران. هم يكفرون بالقران ولا يؤمنون به؟ وبه هنا ضمير عائد على الرسول وعلى القران، وهم بيكفروا بالاثنين. يبقى هنا لما قالوا وادعوا امنا باليوم الاخر قلنا لهم باطل، لانكم لم تؤمنوا بالقران ولم تؤمنوا بايش؟ لانه قال الذين يؤمنون باليوم الاخر يؤمنون به. سترنا هات وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. فأنا احنا قلنا لهم ألزمك الله في البقرة أطلق من آمن بالله واليوم الآخر، قلنا تعالوا ألزمكم الله في الإيمان باليوم الآخر بإيه؟ يؤمنون بإيش؟ به، وبه عائد على النبي أو عائد على القرآن، وأنتم كفرتم بالاثنين. فيبقى إذن أنتم لستم مؤمنين بإيه؟ باليوم الآخر، وبالتالي لست مؤمنين بالله جل في علاه. يعني احنا دلوقتي ماشيين في طريق فناء النار. اللي فاضل اللي هو قايد ابليس في قوله. هو عمق هنا عمق الاشاعره، ده عمق الاشاعره، لان بعضهم قال من يحجر واسعا ابو لهم ممكن يدخل الجنه. رحمه الله اوسع. فاهم؟ وهذا يثبت ان القوم يعني مفتونون، يعني الله المستعان. متصدر يا شيخنا وناس كتير قوي بتسمع له. لا مش هم الناس اللي بيسمعوا له اللي ربنا بيدلهم بيه، لان في ناس اصلا مفتتنه وحدها، فربنا بيضع لهم اللي يفتنهم اكثر عشان يبتليهم بذلك.